أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: خرج أحد الزملاء من المستشفى وأردنا أن نجمع من كل واحد مالا قليلا لأجل إقامة إكرام له بمناسبة خروجه. نعم. يقول أحسن الله إليكم: خرج أحد الزملاء من المستشفى وأردنا أن نجمع من كل واحد مالا قليلا لأجل إقامة إكرام له بمناسبة خروجه، فقال أحد الزملاء: إن هذا يكون من البدع الإضافية وأنه غير مشروع، لا فيه اجتماع، وقد يكون سنة متبعة، لأنه في الأسبوع الماضي خرج واحد من المستشفى وفعل معه مثل ذلك، فهل هذا الكلام صحيح وما توجيه فضيلتكم؟ هذا من المباحات ومن إدخال السرور على المريض الذي خرج من المستشفى، فهو من المباحات أليس بدعة، هذا من الأمور المباحة فلا بأس به إن شاء الله، ولكن أرى أنه إن كان الذي خرج من المستشفى فقيرا محتاجا فالأولى أن هذه الدراهم التي سيقام بها الاحتفال تقدم إليه لينتفع بها بدل إقامة الوليمة أو الاحتفال.